السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم طارق الجاسر. لينوفو أرسلوا لي تحدي شهر أكتوبر، سبرايز مي لينوفو. الشهر هذا قالوا لي اختر لعبة، واللعبة هذه طبعا تكون شوتينج مثل القتال، تدخل كامبين تحاول تتخبى فيه، وأطول مدة تجلسها راح يعني تكسب هذا التحدي. فمن الألعاب المناسبة هي ببجي، ف اللي حاب يتحدى سواء عن طريق كمبيوترات الليجن اللابتوب او عن طريق الجوال، راح اقدم جوائز للي بيصمد اطول مدة. راح يكون معنا اشتراكات، ارصدة، افياش او شدات لالعاب كثيرة. شاركوا في هاشتاج اظهر قوتك مع ليجن على اساس تدخلون هذا السحب. خلنا نسوي مثلا ستارت عشان نبدا اللعب. اللابتوب اللي معاي اللي هو سليم ليجن 7i سليم، كرت الشاشه اللي من انفيديا، عندنا ذاكره التخزين من نوع NVMe SSD. طبعا هذه ذاكره متصله في المذر بورد وتعطي سرعه خياليه في نقل الجرافيك والبيانات. الجهاز شاشته IPS وما تعطينا الانعكاس خصوصا لو كان في خلفي اضاءات. خلوني البس السماعة، بس خلوني اشوف الحين كيف بيكون اللعب. شوفوا كيف هذا اللعب في الكمبيوتر. طبعا هذول الاشخاص كلهم اعتقد داخلين من الكمبيوتر. اوكي، بدأت الطائرة. وش اللي بسوي؟ يعني بسوي خطة حلوة. خلوني اشوف الخريطة، بحاول اجي حول النص على اساس اني اذا تخبيت في مكان اتخبى في مكان مناسب. اوكي، ما لي الا اسقط الان. طبعا طلبوا مني في تحدي هذا الشهر انه لا تقاتل الا اذا اضطريت. شوفوا الرقم اللي فوق 93 اللايف، هذول اللي كلهم طبعا اللاعبين اللي يتحدون بعضهم. وبدا الطلق والطليق. يلا، شفتوا جمعت كل ذا الاسلحه. وبتخطى. كويس، انا جاي في وسط الخريطة. طيب انا بكون هنا متزهب لاي احد بيجيني. بدأت الخريطة تصغر. قاعد اخذ اغراضه. بديت وكانوا 93 وانتهيت على اللي هم 30 اللي كانوا خلاص هم اللي نجوا. فالمدة اللي انا جلستها الى 30 شخص، يعني انتهوا 60. كويس، حققت يعني انجاز اتوقع من هذه الناحية. وهذا هو التحدي، الجميع مرحب فيه. ابغى بس تصورون للشاشة إذا الواحد منكم سواء فاز بالخريطة أو كم المدة اللي قضيتها خلال اللعب. وأطول مدة راح يقضيها 4 أشخاص هم اللي راح يكونوا الفائزين معنا. وخلونا نفوز في رهان سبرايز مي لينوفو لشهر أكتوبر. هذه أطيب تحية، كنت أنا معكم طارق الجاسر، وفي أمان الله.